بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهارده والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيره على الانترنت والحقيقه كلها ممتازه واكثر من ممتازه. السلسله دي انا واخدها خطوه خطوه بحيث ان بنتعلم مهاره في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايده ان شاء الله ومتعه باذن الله. ونبدا مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعاده باذن الله. شكرا جزيلا، نبدا مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات التدريب على استخدام والتعرف على برنامج بريزي. طيب دلوقتي هنشوفنا ان في أطر كتيرة وبراويز كتير بتحيط بهذا، يعني هنا ده قصاده برواز وده برواز وده برواز، بيحيط بيهم كلهم برواز واحد. الحقيقة ده معناه ايه؟ البرواز ده يا جماعة الخير اعتبروه لقطة. يعني ايه لقطة؟ نفهم ده لما نروح هنا. بصوا للقطات اللي هنا دي كده، لما ادوس هنا انا انتوا شايفين هنا ايه؟ لو انا كبرت هنا موجود ايه؟ موجود اهي الورقه دي. دي كده لقطه. اللي حدد اللقطه دي يعني هي دي بس اللي تبان هنا، الصندوق اللي موجود بره ده اللي هو رقم 3، صندوق رقم 3. لو رحت هنا صندوق رقم 5، الصندوق اللي بره الشفاف ده اللي هو الانفيزبل او اللي مش باين، هو ده اللي حدد اللقطه دي اهو، وهكذا. طب بصوا بقى معايا هنا رقم 8. رقم 8 فين ده؟ اللي هو الصندوق ده اللي احاط بيهم كلهم. نفهم من كده ايه يا جماعه الخير؟ نفهم من كده ان كل منظر، كل لقطه، يعني انا عايز اشوف دول كلهم مع بعض، يبقى لازم احط لهم فريم او اطار ويبقى ليه رقم اهو بالشكل ده، فده يعتبر لقطة، مشهد من المشاهد اللي هتيجي. طيب اروح في حتة تانية. طب هو الرقم هنا ده، الصندوق ده، بصوا هنا احنا قلنا هنا في صندوقين، هنا في صندوق واحد ولا صندوقين؟ نروح نجرب كده. امال ايه ده بقى؟ ده رقم 2. نروح لرقم 2 كده اللي احنا واقفين عليها دلوقتي، رقم 2. يبقى رقم 2 مش بيديني السحابة، لا ده بيديني الكلام ده، الصندوق اللي هو فيه اهو. بصوا فيه حاجتين اهو، في المين ايديا اللي هي الفكره الرئيسيه، وفي كليك تو اد تكست، حط نص هنا اهو. لو انا وقفت هنا وقلت تحرير النص ورحت اخترت له اللون الاصفر بالشكل ده وكبرت شويتين اهو، ارجع اصغر مره ثانيه او من هنا، لان انا مش محتاج كل المسافه دي بالشكل ده كده. خلصت، اضغط في اي مكان بره، اروح احركه او اسطنه بالشكل ده. هنا في النص، هنا مفيش نص مكتوب اساسا اهو، يبقى اروح اعمل ايه؟ اكتب زي ما احنا قلنا، احنا خلاص الحكايه او المهاره دي خلاص احنا عرفناها بالشكل ده كده، واحط اللون اللي انا عايزه اهو بالمنظر ده. اقدر اكبر شويتين، ايوه، اقدر اصغر شويه، اهو الم الصندوق ده، انا مش عايز اكتر من كده. هنا الصندوق ده بكبر وصغر زي ما انا عايز اهو، اقدر اصغر واكبر، اضغط في اي مكان، انا كده غيرت. يبقى المنظر رقم 2 اهو، رحت، يبقى الرقم ده انا عايز اعرف هو بيحيط بمين، اروح على الرقم قصاده في الشريحه، رايح على رقم 2 هعرف انه بيحيط بهنا اهو. بصوا كده، لو رحت في اي حته ووقفت انا حددت دلوقتي الصندوق ده. طب فلنفرض ان انا عايز بقى، يبقى ده المنظر رقم 2 بيحيط بالصندوقين بتوع الكتابه دول بس. طب لو انا عايزه يحيط كمان ب كده، يبقى عايز المنظر ده كده من بعيد كده، يبقى السحابه دي كلها باينه. بكل بساطه هاخد الصندوق ده واقوم جاي عامله هنا. لا غلط. ليه؟ لان في رقم 4 دي بتاعتي، لا مش بتاعتي، يبقى انا صح اهو. اروح اقوم جاي عامله بالشكل ده كده اهو، واشد بالاطراف بحيث يبقى جايب الحاجه اللي انا عايزها. بقى رقم 4 بالشكل ده، عايز اتاكد، رحت الرقم 1 الاول انا بعيد اهو، رحت الرقم 2
جاب لي السحابه كلها. هو رقم اتنين كان بيجيب ايه؟ كان بيجيب الكتابه دي بس. طب افرض انا عايز رقم اتنين بيجيب لي الصندوق ده بس، بسيطه خالص، اروح عند رقم اتنين اللي هو ده اللي احنا لسه معدلين فيه، واروح اخليه لي خاص بالصندوق ده بس، اهو هنا بالشكل ده اهو، بحيث هنا. طب اتاكد اروح هنا، طبعا انتوا اللي فيكم خد باله من هنا، لاحظ ايه اللي حصل. يبقى اللي بيحدد اللقطة قربها وبعدها مين؟ الصندوق اللي ليه رقم ده. حسب بقى انا بحط الصندوق فين يا جماعة الخير، فهو ده اللي يحدد لي اللقطة بتاعتي. اروح الصندوق بتاعي فين، وخلي بالنا عشان اروح للصندوق المظبوط، اهو ده رقم اتنين بالشكل ده، ابتدي اشده. لا ده مش هو ده، ده الصندوق ده بتاع الكتابة. الله، امال فين الصندوق رقم اتنين؟ زي ما احنا قلنا هكبر شوية، ادوس بره بس اكبر شوية لازم عشان اشوفه، اهو ظهر اهو. يبقى التعامل مع الصناديق دي يا جماعة الخير عايز حذر، ده الصندوق رقم اتنين. ابتدي بقى اروح ابعد، بتأسف اهو الصندوق رقم، ارجع تاني الصندوق رقم اتنين، الصندوق رقم اهو انا حددته اهو بالشكل ده، واروح ابعد بعيد عشان اقدر اتعامل معاه واخليه يحيط بالسحابة كلها بالشكل ده كده، اهو زي ما احنا اتفقنا. بصغر الشاشة واروح اهو، يبقى اصبح الصندوق رقم اتنين اهو خلاص. عشان كده لما باجي احرك اهو ده الصندوق رقم اتنين. بس ناخد بالنا من حاجة، ان السحابة دي مرسومة على الارضية الكنفة، ما هيش عنصر بيتحرك زي الورقة. فانا كتبت الكتابة بتاعتي، مش هقدر احرك دي ولا هقدر احركها؟ نشوف كده مع بعض. لا اهي بتتحرك. يبقى استفدنا ايه من هنا؟ استفدنا ان كل حاجة يا جماعة الخير موجودة عندي هنا هي عبارة عن عنصر اقدر اشيله واقدر احركه. منين؟ من الصندوق بتاعه. يبقى كل حاجة لها صندوقها، ليها صندوقها او ليها البرواز بتاعها اللي بيحيط بيها، خلاص اللي بيحدد اللقطة بتاعتها. لو حطينا لها رقم، يعني رقم اتنين اهو اللي انا وقفت عنده ده اللي هي السحابة اهي. لا مش السحابة، يبقى الصندوق بتاع السحابة ده واخد رقم؟ لا مش واخد رقم. يبقى مجرد رسمة محطوطة، واللي بيحددها لي اللي هو رقم اتنين اللي هو اللي جواها بالشكل ده، ده رقم اتنين اهو. بعرف منين ان انا في رقم اتنين الاقي الرقم بيتحرك معايا يا جماعة الخير؟ يبقى انا كده بشتغل صح. امال ايه الصندوق اللي هو ده؟ ده الصندوق ده بتاع السحابة اهو، ده بتاع السحابة اهو بالشكل ده اهو. واقدر اصغر السحابة اهو باللي فيها اهو، ده صندوق رقم اتنين وهكذا. صندوق السحابة فين؟ اضغط بره هنا واروح هنا، ده الصندوق الخاص بالسحابة اهو اهو. بصوا السحابة يعني اقدر اخليها تحيط بدي بس، ايوه اهو صندوقين جوه بعض. ده صندوق الكتابة اللي بره اهو، لو علمت عليه ده صندوق الكتابة، واسطنت اهو بالشكل ده كده خلاص. اصغر الكتابة شوية وخليتها جوه السحابة بالمنظر ده. طب وهنا الصندوق بتاعي هيبقى منظره بقى عامل ازاي؟ ادي رقم واحد اهي، اروح لرقم اتنين اهي، بقت الصندوق ده موجود بره. طب عايز ادخله جوه معاهم اهو، بسيطة خالص، شديته زي ما تعودنا وحطيته هنا جواه. طب دلوقتي اصبح الايه؟ الصندوق رقم اتنين ده بعيد قوي عن السحابة، اعمل ايه اهو لغاية لما اشوف اهو ده. مش محتاج بقى اخليه ايه بعيد عن السحابة كده عشان اخلي اللقطة تبقى قريبة، اقدر اشوف الكتابة واشوف اللي موجود جوه اهو بالمنظر ده. وانا بعدل بيتعدل هنا على اليسار، اشوف اللقطة بتاعتي الاولانية من بعيد اهي، اروح هنا كبرها لي بالشكل ده. طيب لو انا صغرت كده بعيد وابتدي اشوف في اي مكان، فين بقى الصندوق بتاعي اهو؟ لو الصندوق بتاعي ده انا كبرته، ده مش رقم اتنين، امال ده صندوق ايه؟ صندوق السحابة. امال فين الصندوق رقم اتنين؟ اهو يظهر معايا اهو ده، لو شديته بيشد كل حاجة معاه. شعرفتوا بقى الفرق؟ يبقى الصندوق او البرواز او الاطار اللي ليه رقم
لما بيكون في حاجات جواه لما بيتكبر ويتصغر اهو بيكبر كل شيء معاه ويصغر كل شيء معاه اهو. لو انا كده عملت كده الاطار ده مش ده، ده بتاع السحابة ليه معلوش رقم، ده رقم 2 اهو، دوسته بالشكل ده اقدر اكبر اخليه يملى المكان واقدر اوسطنه تاني في بالشكل ده كده. يبقى كده عرفنا ازاي بنتعامل مع الصناديق اللي موجودة والبراويز اللي موجودة. طب فلنفرض ان في عنصر ما فيش تركيز عليه، يعني ما فيش رقم موجود معاه اهو، زي ايه؟ زي هنا النص ده ما فيش حواليه برواز، يعني البرواز ده بتاعه بس، ده برواز الكلام، لكن ما فيش برواز هيخليني اقرا الكلام ده. اعمل ايه؟ يجي هنا دور هذا الزر او هذا الزرار او هذه الايقونه اللي بقول ايه، ضيف فريم، ضغط فقام جه ضيف لي فريم وضافه لي من النوع اللي موجود عندي اللي هو الانفيزبل هنا. طيب همسحه مره تانية. امال ايه السهم ده؟ لو انا ضغطت هنا بيديني الاختيارات يا جماعه الخير، هل انا عايزه كده؟ فبيديني الاختيار ده، اضغط عليه واشده واوديه مطرح ما انا عايز اهو. طب انا مش عايزه احذفه، طب انا عايزه انفيزبل زي التانيين عشان ما بقاش شاذ عن القاعده اهو، بختاره بالشكل ده. ممكن اعمله دايره، ممكن اعمله دايره، ممكن اعمل اهو دايره واخدها واقوم جاي دايس هنا بالشكل ده كده. طيب اهي انا عايزها تحيط بالكلام ده كله، اقوم جاي رايح اكبرها الدايره البيضه اهي اللي واخده رقم بالشكل ده. الدايره مشكلتها ان لما بتكبر وتصغر هتقص حته من الكلام. طب مش عاجباني بقى الموضوع ده، مش عاجبني اهو، احذف واروح انا. طبعا لو ضغطت تحت هنا بيديني اختيارات، ضغطت فوق هنا كده فقط بتنزل لي الفريم او الاطار، فانا بحذفه، بختار المستطيل واشده، افضل ضاغط اشده، دي يعني افضل ضاغط، لو ضغطت ضغطه واحده هينزل لي في اي حته، تاني ضغطت واحده بس هينزل لي هنا في الركن واخده اشده بقى. انا عايزه في مكان محدد باخده بايديا كده وافضل ضاغط بالزر الايسر واروح اوسطنه هنا على الكلام ده، وبعدين ابتدي بقى اشده كده بحيث ان هو يغطي لي الكلام. انا عايز بقى المنظر قريب قوي ولا بعيد، يعني الكلام ده يبقى قريب ولا يبقى بعيد اهو بالشكل ده. هنا خد رقم 9، ادور على رقم 9 اضغط في اي مكان بره، ادور على رقم 9 تحت اللي هي دي. طيب اروح بس الاول هنا اهي. طب وبعدين وبعدين 7 8 9 ده ما كانش بيحصل قبل كده لان ما كانش حواليه اطار، وكده نقدر نقرا الكلام اللي احنا موجود. طب لو انا عايز احذف، مش عايز اعمل زوم على المنظر ده، هعمل ايه؟ وناخد بالنا قوي، هاجي على الاطار ده ضغطت عليه مره وهلاقي في كلمه هنا ايه، ديليت. نسينا نقول ان الاطار اللي انا حطيته ده اقدر اعمل له خلفيه، اقدر اعمل له خلفيه زي ما عشان بس خلاص هتغطي عليه مش هتبقى باينه، خلفيه بيضه لا اندو اهو بالشكل ده، ان هو اعمله ليه لون يعني. طيب تاني اضغط على الاطار بالشكل ده كده طيب هنا بقى هنا الزراير دي لو انا حذفت ديليت بصوا ايه اللي هيحصل، خبر ابيض، معقول كده؟ يعني يحذف لي كل حاجه انا عملتها؟ ايوه، ما احنا اتفقنا ان اللقطه دي اتحذفت باللي جواها، يبقى لازم اعمل اندو ارجع مره ثانيه. امال نعمل ايه يا دكتور علاء؟ بسيطه خالص، اروح اقوم جاي محدد الكلام اللي جوه ده اهو، الصندوق ده، ده صندوق الكلام اهو، تمام اهو، ده الصندوق، ادوس بس في اي مكان بره، ادوس صندوق الكلام اللي جوه ده اهو اهو عنده نقف. طبعا هننتظر شويه لان هو بيسيف هنا عشان كده ساعات في حاجات ما يتمش اختيارها، لكن ما علينا عشان ايه ننجز. فبالتالي بعلم على الصندوق ده بالشكل ده كده، واعمل ايه؟ اخليه ما يعلمش على دول. ازاي؟ ان اخد هنا ده واطلعه فوق الكلام خالص، فاصبح الصندوق ده فاضي، ديليت برضه هيعزفه لي. امال اعمل ايه؟ هرجع مرة تانية هنا، ادوس بره في اي مكان، ادوس على الصندوق ده واقول له ديليت، لان انا كان لسه هو مختار دول. تاني يا جماعة الخير اهو،
دلوقتي انا الصندوق ده عايز احذفه، لو عملت ديليت بيحذفه لي باللي جواه، انا محتاج العناصر اللي جواه يا جماعه الخير، فبضغط ضغطه واحده كده واقدر اشده بعيد بحيث يبقى بره الكلام خالص، واضغط بره عشان يبقى كل عنصر خلاص متاكد ان هو موجود لوحده، ده موجود لوحده اقول له ديليت يتحذف. وصلت مره ثانيه يبقى اطلعه، اطلع الكلام بره منه يعني ابعده عن الكلام وابتدي احذفه عشان يتحذف. يبقى كده احنا شفنا اتحذف ازاي. يبقى ادي العناصر بتاعتنا بهذا الشكل، وهنبتدي بقى ان شاء الله في الفيديو القادم نتعرف على اضافة عناصر اخرى، يعني كل الفيديوهات لغاية دلوقتي ازاي نتعامل مع اللي موجود قدامنا فعلا، دلوقتي بقى هنبتدي نشوف اضافة عناصر اخرى، وده في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.